النزوح مرة أخرى يحدث في ديالا. هذه المرة ليس بسبب تنظيم داعش، بل فصائل مسلحة منفلتة تقتل وتسرق على الهوية وعلى مرأى ومسمع قوات الأمن بكل تشكيلاتها. موقف صار، والموقف هذا ما مخبول، وإحنا مو بس نستكره وإنما عدنا فيه إجراء. الحكاية لم تبدأ يوم قتل 3 من قرية أبو خنازير التابعة لأبي صيدا في ديالا، فهي منذ سنوات طويلة تسرد فصولها المأساوية ونزوح أكثر من 6000 عائلة خوفاً من إرهاب تلك المجاميع المسلحة أجبر السلطات على التحرك. جهات كثيرة على رأسها رئاسة الوزراء تبنت فتح تحقيقات بما يحدث هناك في أبي صيدا، وشرطة ديالا تعتبر الدم العراقي مقدساً وتتعامل بمهنية عالية مع ما يحدث، هكذا قالت. وفتحت هي الأخرى تحقيقاً بقتل 3 من أبناء القرية المنكوبة. مجلس ديالا ممثلاً برئيسه علي الدايني يرى أن ما يحدث سببه أن الحكومة لم تستجب لمناشدات الأهالي السابقة بما يتعلق بالتدهور الأمني وتركها لمجاميع مسلحة متنفذة ومنفلتة تحمل السلاح والرغبة بالقتل. نرجو تدخل وسائل الإعلام.